اسم الصفد غالب الزعامري، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس اللجنة الأمنية المنظمة لخليجي 25. نعم كابتن، حياك الله في وكالة بغداد اليوم. اليوم استعدادات مهمة، قبل لقاء حضرتك كنت تحكي ويا سيد طالب الموسوي مدير عام شؤون المحافظات في وزارة الشباب، وتحدثنا عن الاستعدادات كاتحاد كرة اليوم. بصراحة يقول راح سيد طالب يقول راح نقدم حقيقة حفل جميل لن تشهده بطولات الخليج، شنو رأيك؟ نعم بالتأكيد، يعني أكون هناك تنسيق مشترك وعالي المستوى بين اتحاد كرة القدم وكذلك وزارة الشباب والرياضة، والسيد معالي الوزير يعني هو رئيس اللجنة العليا اللي موجودة في داخل محافظة البصرة. نعم. بالنتيجة هذه اجتماعات مكثفة، وإن شاء الله تمخضت عن هذه الاجتماعات أن يكون هناك يعني حفل بهي يعني يليق بسمعة وأهالي البصرة ويليق بهذا الافتتاح وهذا الكرنفال الكبير اللي تحتضنه اليوم محافظة البصرة، وهذا طبعا راح ينعكس بشكل إيجابي على كل محافظاتنا العراقية، بل سوف يكون هناك الحقيقة للعراق كله. نعم. أي شعب العراق كله يتمنى، وأيضا على هبة الاستعداد أن يتابع وأن يشاهد اليوم محافظة البصرة تحتضن خليجي 25. نعم. وهذا فتح حدث مهم، اليوم لابد أن يكون هناك استعداد تام، لابد أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى حتى من إخواننا الإعلاميين، اليوم لابد أن تكون هناك تغطية إعلامية كاملة، بالإضافة إلى الوضع اللي في داخل محافظة البصرة. نحن نرى أيضا أنه اليوم المحافظة كاملة وأيضا جاهزة أن تحتضن هذا الكرنفال المهم وتحتضن هذه البطولة المهمة. نعم. اللي ينتظرها الشعب العراقي على أتم الاستعداد، وبالنتيجة اليوم نعمل جاهدين كاتحاد وكوزارة وكعمليات البصرة ومحافظة البصرة والجميع يعمل من أجل إنجاح هذه البطولة اللي نعم. كابتن، دار الحديث عن كاظم الساهر سيكون هو ضمن حفل الافتتاح، وهو يعني نشر للجمهور انتظروني جمهور البصرة، هل سيكون في حفل الافتتاح؟ والله حسب يعني مثل ما أنت سمعت أنا أيضا سمعت، لكن لحد هذه اللحظة لم يكن هناك يعني بشكل رسمي. من المؤكد حضوره بصراحة؟ لا، احنا لحد الآن طبعا ننتظر فعلا أن يكون هناك حفل يليق بسمعة العراق وبتاريخ العراق، وأيضا يليق بسمعة البصرة وأهالي البصرة الكرام. نعم. ألا تكون هناك يعني حفلات مثل ما حصلت يعني بالسابق، لابد أن يكون هناك حفل الحقيقة يميز لنا واقع البصرة ويميز لنا محافظة يعني البصرة.